السلام عليكم. ان شاء الله هذه الحصه غادي نتعلموا كيفاش نديروا الكم. بالنسبه للدرس اللي سبق تعرفنا كيفاش نديروا هذه الحرده، عبرناها لقينا عندنا 23. دابا غادي نفكر الكم اللي غادي ندير. لايش غادي نديروا؟ الا كنت غادي نديروا الجلابه ماشي غادي نديروا بحال لافيست، ولا غادي نديروا لشي قميجه، تيختلفوا. فاش تيختلفوا؟ تيختلفوا في هذا النزول هذا. دابا بحال القفطان ولا الجلابه ولا شي كسوه، تيكون الكم ديالها ماشي في هذا النيفو، صافي. تيكون عنده واحد النزول هنا، غير انتبهوا معايا دابا تعرفوا شنو هو هذا النزول. بالنسبه للجلابه ولا القفطان ولا هذا، تيكون عنده اما 11 اما 12، تيكون هذا النزول ديالو. انما الا كانت شي فيست، غير لاحظوا قبطوا واحد لافيست وشوفوا كيفاش داير الكم ديالها. الا كانت واحد لافيست تكون هكذا داير، هكذا داير مفصل، تيكون ناعس مع الموديل، مونطي ناضي داير هكذا. هذه تيكونوا نازلين لها تقريبا ب 14 سنتيمتر ولا 15 سنتيمتر. الوغ شنو استنتجتيو هنايا؟ كل ما زاد العدد كل ما نزل الكتف. وبالنسبه للاطفال ما تنديرو لهمش هاد النزله كلها، تيكون العدد اقل كل ما قلال هاد العبار ديالنا ديال الابط، كل ما قلال هاد العدد. مثال حنا نشرحوا الدرس غادي تفهموني. دابا هذا شنو هو؟ هذا المنتصف ديال الكم، صافي. انا غنجي لهنايا وغادي ندير المنتصف نطبق. دابا انا معكم غير مع الموديل غادي نطبق لكم معاه. دابا المنتصف ديال الكم هو هذا، غادي ندير لكم واحد المينياتور صغير باش تفهموني. دابا هنا هذا درتو هنا هكا، فصلتو هنايا، اذا منتصف الكم. غادي نجي لهنايا غادي ندير واحد الخط عمودي معاه. الخط العمودي شنو هو؟ هذا الخط العمودي هو هاد الحرده ديال الابط، هي اللي جايه هكذا هكذا. هذاك الخط العمودي هو هذا، هو هكا جاي معها نيشان هكا، صافي. هانتوما الا مشيت تبرت لها هكذا عمودي معها. دابا هذا طبقته هنايا، راه مشى لهنا، ها هو مشى لي لهنا. دابا بالنسبه لهاد 23 قلنا غادي ننزلو غير ب 11 سنتيمتر حيت العدد صغير، انا ننزلو له ب 11 سنتيمتر. غادي نمشي لهنايا لهنا، غادي ننزل 11 سنتيمتر. غادي نديرو باترون كبير باش نلصقوه للموديل ديالنا. دابا غادي نطبق الدرس ديالي باش ناخذ الكم للموديل. المهم غنقبض واحد الورقه غادي نقسمها على جوج. يكون عمودي عليه هنايا زاويه قائمه، صافي. دابا هذا هو المنتصف ديال الكم. دابا غادي نطبق القاعده ديالي اللي درت لهي هاد. المهم غادي ننزل غير ب 11 سنتيمتر. الو من هنا لهنا ننزل ب 11 سنتيمتر. قلنا هاد النزله تتكون على حساب الموديل وعلى حساب السن ديال، على حساب العدد اللي عندنا في الابط. يعني الاطفال ما تيكونش عندهم نفس النزله. دابا نديرو دروس على سن ديال الاطفال. المهم غادي ننزل ب 11 سنتيمتر، صافي. من هنا ما نزلاش ب 11، زدت واحد السنتيمتر وهادي. ما عنديش الورقه كبيره، المهم صافي. دابا شنو غادي ندير؟ الانطلاقه ديالنا غادي نخدم لكم على هاد الجهه وعاد ندوزو لهاد الجهه. الانطلاقه ديالنا هي صفر صفر. غادي ندور على العدد اللي لقيت في الحرده ديال الابط. شحال لقيت؟ لقيت 23. غادي ندور عليها. فين ندور عليها؟ في السطر، في هاد السطر حتى نلقى 23. منين نلقى 23 غادي نحددها. نتمنى تكون واضحه. هانتي 23 صافي. دابا غادي نربط بيناتهم.
هاد 23 اللي لقيت هنايا غادي نقسمها على جوج، غادي تعطيني 11.5، غادي نحطها هنا. درتها دابا على المنتصف، لاحظوا معايا درتها على المنتصف. دابا كذلك هاد العدد اللي هنايا 11.5 غادي نقسمو على جوج، غادي تجيني 5.75. المنتصف ديالهم. دابا هادي قد هادي، صافي. هنا كذلك 5.75. دابا هادي قد هادي قد هادي، صافي. لحد الان دابا رانا مزيانين. دابا انا غادي ندير لكم اسهل درس، عاد ملي نكونو تندخلو في لي موديل عاد نوريكم هنايا تيختلف العدد بالنسبه للامام. دابا غادي ندير لكم انا نفس العدد اللي غادي ندير لكم، نفس غنمشيو على نفس العدد سنتيم. دابا في هاد النقيطه اللي هنايا لاحظوا معايا هذا هو المنتصف ديال الشكل. دابا في هاد النقطه غادي ندخل لداخل من الجهه ديال الابط، غادي ندخل بواحد سنتيمتر، غادي نحددو، ندير له النقيطه ديالو تما. دابا هادي نزلنا بها هنايا، هاد اللي في وسط هادو غادي نطلع بها، غادي نطلع بواحد سنتيمتر. انا واحد سنتيمتر غادي نحددو من هنا، صافي. دابا ما بقى عليا الا ندير واحد الدوران هكذا، راه اسهل كم هو هذا. غتمشي تديري واحد الدوران هكذا وتتمشي عاوتاني عند هاد، تمشي عاوتاني واحد الدوران هكذا، تتمشي عاوتاني عند هاد الواحد اللي الفوق، تتمشي عنده بدوران، صافي. وتسديها هادي بدوران حتى هي حتى توصل، صافي. دابا هذا تكوننا. فيها هو الخط ديال الابط. دابا الجهه الاخرى عندنا التماثل فيها نفسها، غادي نتراسيها ونرجع عندكم. المنتصف ديالها 23 هي 11.5، وهذه كذلك غادي نقسمها على جوج، وهذه نقسمها على جوج، غنقسمهم من بعد ما قسمتهم. هذا هو المنتصف ديال الكتف ديالنا. دابا هذه اللي كنا طالعين بواحد كذلك هنا غادي نطلع بواحد سنتيمتر، ها هي نحددها. وهنا غادي ننزل بها من الجهه ديال الابط، هنا طلعت بواحد وهنا نزلت بواحد، صافي. نفس العمليه اللي درت هنا غادي نديرها هنا، غادي ندي هذه هكذا، وهادي غادي نديها مع هادي، وهادي غادي نلصقها حتى هي معها. صافي، ما عليا دابا الا نقطع. دابا هذا هو المنتصف ديال الكم. غادي نتوقف لهاد، ما غاديش ندير لكم هاد العبارات ديال علاقاش هنا خصني واحد العبارات. المهم انا غادي نخليها كما هي، نخليها في الطول هنايا كما هي هاد العرض، وغادي نقطع، غنقطع كما شوفوا هانتوما، كنتمنى يكون واضح. غادي نقطع ونرجع، بما انني دايره التماثل ما دخلش هنا بالامام، ما زدتش دخلت. دابا حتى ندير لكم الدروس وغادي نفهمكم شنو هذا بالنسبه للامام ماشي هو الخلف. دابا هذا تيكون الامام تيتمونط مع الامام، وهذا تيتمنط مع الخلف. بالنسبه لهذا ديال الامام تنكونوا زايدين اكثر من واحد سنتيمتر، وليني دابا ما غاديش ندخل لكم في داك التفاصيل باش ما تدخوش. دابا غادي نخليوها كما هي. دابا ملي كاين عندي التماثل قسمت الورقه على جوج هكذا، وغادي نقطع الكم كما هو. هادي غادي نقطع كما هو هكذا، وناخذو مرطبه، ماشي ما ناخذش بوانتي، ما مشيش نيشان وناخذ هكا نيشان في الله. لا ناخذو بوانتي دوران، صافي. والكم هنايا راه واصل لي 23، نحد هنا شي شويه نحيدو. دابا غادي ناخذو على الثوب، ها هو منين نحل الكم ديالي هكذا،
ما يجيكش من هنا بوينتي، يجيك دوران. دابا غادي نقبط الثوب على جوج، غادي نقبط الثوب من هنا ومن يكون مسدود، وغادي نحط عليه الموديل ديالي وغادي نقطع كما هو. نخليته لكم في العرض ديالو حتى نقراو عاوتاني شنو هذا الشيء، نقراو كيفاش تتكون هذه المسافه كيفاش نعبروها. المهم هنا الا بغيتي تزيدي تيقني غادي تعبريها، غادي تلقاي عندها 23. الا ما كانتش عندك 23 عرفي راه خطاتي في شي حاجه. المهم غادي تمشي مع هكذا غادي تلقاي عندك 23. دابا نطبقها على الثوب. انا غادي ندير لكم غير كم واحد. المهم هاد البلاصه مسدوده، غادي نحط عليها الموديل ديالي في هاد البلاصه اللي مسدوده، وغادي نطراسيه وغادي نقطع، وغادي نطراسيه الكتف هما الاولى. غادي نخيط الجهه الاخرى، دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقبط المونش ديالي هكذا من الجهه الدلوجه هكذا، غادي نقبط المونش او الكم، غادي نخيط هكذا من الجهه ديال الابط، غادي نخيط نخيط نخيط، وليني الراعي منين نوصل للفي، غير نوصل للفي خصني تجيني على الخياطه. الا بغيت ننعسها وحده هنا وحده هنا اللي كان فيهم السورجي، تنعس وحده هنا وحده هنا عاد تنخيط. الا كان شي جلابه ولا شي حاجه تنعس من الجهه ديال الظهر، تنعسهم كلهم هكا من جهه الظهر، وتيتحكم حتى هذاك الشيء حتى على الغلط. الا كان فيه الغلط تتحط الوجه على الوجه. شوفوا دابا انا الكم حطيته الفوق والجسد لتحت، علاش؟ باش يجيك مأدابتي مزيان. على تندفع لتحتاني والكم غير تنري قلبي. ملي وصلت لهنايا غادي ندير في مع في، ها انتم في خصني نجيبها مع الخياطه. المهم الا كنت غادي ندي داك السنتيم من هنا نديه، والسنتيم الاخر نديه لديك الجهه نديرها، والا كنت غادي نديهم للجهه اللي جهه ديال الظهر نديهم بجوج. المهم على حساب الثوب قلنا، على حساب غادي نخيط الجهه الاخرى. قبل ما نوصل غنريقل عاوتاني هادو بجوج، هادو خصني يجيوني قد قد. هادو الا ما جاوكش قد قد عرفي راه في العبارات ما خديتيش نفس العاده. غادي ديري الابط مع الابط، وتقادي الكمام. دابا حنا الكمام خليناهم في العرض ديالهم كيما هو، ملي تتعلمي شي حاجه نقيه راه تتعلميها نقيه، ولا تعلمتيها ماشي نقيه. شوفوا ها انتما ها الحرده ديال الابط خصها تجي قد قد، ما يجيش داك الديكالاج. الا جا داك الديكالاج اذا ما تعلمتي حتى حاجه. دابا غادي ندير الجهه الاخرى غير نلاقيها وصافي، راه ما عندي لا كم لا والو. ان شاء الله غادي ندير لكم لا بارمونتور ديال الكم
في هاد الدرس غادي نعلمكم لابارمونتور ديال الكم. دابا غير لاصقهم باش تشوفوا ديك 8 ديال السنتيمتر اللي زدت كيفاش جات مع المانكان. غادي نعبر لكم المانكان شحال عندها، 94 هي في الدوره ديال دوره الصدر، هي عندها 94. غادي دابا نلبسها المانكان ونشوف. حداو معايا، هانتو حداو معايا، هانتو انا الدوره ديال المانكان، هانتو شحال لقيت عندها، لقيت عندها 94. هانتو ماشية، هي 94 عند المانكان في دورة السطر. زدنا لها 8 ديال السنتيمتر. دابا غادي نلبس لها داكشي اللي خيطنا. نلبس لها هادي، هانتوما شوف 8 ديال السنتيمتر دخلتها نيشان. ها وشوفوا لي هاد العرض اللي هنايا واش يبان لكم، هانتوما راه عريض عليها. ألوغ 8 سنتيمتر تتجي في هاد الشكل. هنايا شوفوا الابط، انا قلت لكم راه عندها هي 22. هانتوما راه عبرت عليها باش نقيس لها صافي. شوفوا لاحظوا معايا هنايا مني مازال ما مخيطاش، شوفوا كيفاش جايه. مني غادي تخيط غادي تولي حتى هنا. هاي بالنسبه للامام وبالنسبه للخلف كذلك، لاحظوا معايا هنايا. هانت غير تتخيط داك السنتيم هكذا تجي هنايا نيشان. وبالنسبه للكتاف شوفوا لاحظوا معايا عاوتاني هنايا، تنتمنى يكون واضح اذا تيبان لكم. شوف هانتي بالنسبه للكتاف ها هي غير تهز داك السنتيم. شوفوا اذا انا خديت لكم على العبار على المانكانيشن. ها دابا الكم اللي خيطت ها هو من هنا نورمال، حيت اصلا ما دخلناش داك العرض ديال هنايا هاد البلاصه الغليظه، ما عبرناهاش، تتكون شويه داخله. تنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هاد الدرس. مع السلامه.